انا النهارده رحت لزيد واديته العقد. انا مش عارفه ده صح ولا غلط، بس على الاقل همه انسح من على قلبي. انا موضوع العقد ده كان موترني جدا، وبعدين ما كانش ينفع اديه لطلال عشان خاطر ما كنتش هستفاد اي حاجه. طلعت بمبلغ مش وحش من زيد. صحيح هو زيد طول عمره اذكى من طلال، بس برضو انا متوتره جدا لان زيد انا عارفه وواثقه ان هو مش سهل، ممكن في أي لحظة يفضحني أو يخرب العلاقة ما بيني وما بين طلال. بس هو وعدني واداني ضمانات إن هو يعلن جوازنا، ده غير الفلوس اللي أنا خدتها. أنا أول مرة أمسك مبلغ زي ده. على قد ما أنا فرحانة بالفلوس، على قد ما أنا قلقانة ومتوترة جدا إن زيد يعمل حاجة تبوظ الدنيا. أهم حاجة إن أنا خلصت من العقد وارتاح بالي كده، أقدر أنام وأنا مطمنة.